كنا تحدثنا في فيما يخص الدولة وغيرها، لكن نرجع لموضوعنا الأساسي اليوم اللي هو الفيدرالية. يعني البعض يتحدث عن اختلاف التحالفات، هناك من كان يرفض الفيدرالية الآن أصبح متحدا مع الفيدرالية، يعني في كلام كثير جدا. الفيدرالية تبحث عن قوة تستند إليها في مطالباتها، يعني كلام كثير جدا أكيد مش بعيد عليك، أقاويل كثيرة ما زلنا ما نعرفوش يعني، أو أصبحت الرؤية غير واضحة، فنبو منك هذا التوضيح. نتمنى يكون سؤالك أكثر تحديدا، يعني مش بنقدش أنا أتبحر في أنا نقول لك يعني تقصد، يعني أولا المقصد بتاعي يعني في حديث عن قوة تتحد مع بعضها البعض، يعني أنا ما لا أستطيع التحدث بشكل مباشر، يعني لأن كل ما يقال هو كلام، يعني مش تحالف مش شيء ملموس. تحالف القوى الوطنية دكتور محمود جبريل تقريبا، هذا هو احدى الاقاويل. لا استاذ محمد، الموضوع هذا موضوع مختلف. نحن قبل شهر رمضان المبارك طرحنا، متوقعين هذه الازمات تحدث، طرحنا مبادره سريعه لها علاقه بالعوده الى الشرعيه الدستوريه، العوده الى دستور الاستقلال 51 وبعض النقاط المكمله، اصدار وثيقه دستوريه مكمله لبعض النقاط وبعض المعالجات. وكان الحوار، انا شخصيا كنت جزء من هذا الحوار مع حزب العداله والبناء وجماعه الاخوان المسلمين، متمثله في شخص الدكتور عبد الرحمن الديباني والدكتور محمد خليل الزروق والاستاذ امين العام الحزب وليد، استاذ وليد ماضي مهندس، ومجموعه من حزب العداله والبناء. وصلنا الى رؤيه متكاملة لمشروع المبادرة، كنا حنفرحوا باللي بيه في شهر رمضان. وانتقلت أنا بناء على هذه المبادرة إلى الالتقاء مع الدكتور محمود جبريل، وقد وافق للأمانة على كل بنود المبادرة وبصم عليها بصم، وبدينا في محاولة تفعيل هذه المبادرة. للأسف الشديد تصادف الموعد مع موعد إقرار يومين تقريبا قبل إقرار قانون جمعية الهيئة التأسيسية. التزم تحالف القوى الوطنية بالمبادرة، ولكن حزب العدالة والبناء لم يتسنى له الوقت الكافي أن هو يقنع بقية الأعضاء، وبالتالي لم يلتزم حزب العدالة والبناء ب أول خطوة كان ممكن أن نتفعل هذه المبادرة. هي الناس بتعرف شنو هي هذه المبادرة؟ العودة إلى الشرعية الدستورية. نحن الفيدرالي كان عندنا مطلب واضح، مطالب واضحة في قانون الهيئة التأسيسية للوصول إلى دستور توافقي. نحن طلبنا بأن يكون هناك إشراف قضائي كامل، طلبنا بأن تكون هناك رقابة دولية للانتخابات، طلبنا بأن يكون قانون الانتخاب على الأقل يكون خليط ما بين نظام القائمة ونظام الفردي، على الأقل يعني يكونش بنظام الفردي. طلبنا وهذا أهم مطلب، بإجراء استفتاء إلزام جمعية الستين، بإجراء استفتاء على المواد الحاكمة اللي هي منها شكل الدولة، النظام السياسي، حتى تتحقق إرادة الشعب الليبي بشكل مباشر. للأسف الشديد تم رفض كل هذه النقاط، رغم أننا اتفقنا عليها مع المؤتمر الوطني يوم 7/2 قبل 15 سنين كما متذكرين، كان ستحدث نفس هذه الاحداث، يعني نفس هذه الظروف. وجانا السيد القريف، دكتور القريف، ومعه اربعه من نواب مدينه بنغازي، المستشار سليمان زوبي، الاستاذ احمد لنجي، الاستاذ ابراهيم صهد، والاستاذ موسى فرش اللي هو من سكان بنغازي وايضا عضو عن جديبيه، واتفقنا على هذه النقاط ورحبوا بين وقالوا هذه نقاط جيدة وممتازة وتضمن الوصول إلى دستور توافقي، ولكن للأسف الشديد تم الإخلال بها. بل أن حتى إقرار القانون الهيئة التأسيسية لم يتم طرحها حتى على الحوار المجتمعي. يعني عادة القوانين الأساسية تطرح على النقاش وعلى الإعلام والناس تناقش وتعطي آراءها، وبعدين يقر هذا القانون، لأن هذا القانون يمثل كل البيين ومصيري. للأسف الشديد لم يتم الالتزام، وحاولنا نحن عن طريق حزب العدالة والبناء وجماعة الإخوان المسلمين ان نعدلوا هذا المسار، ولكن يبدو ان الوقت كان ضيق وغير كافي ان نحن ندور هذه الخطوه. بالمناسبه انا تابعت في المده الاخيره كثير من التهجم والادانه على جماعه الاخوان المسلمين والعداله بنا في مدينه في ليبيا، اخوان ليبيا وجماعه ليبيا، اتهموهم بالاغتيالات ويتم اغتيالهم بالسرقه واللصوصيه وكثير من التهم. يجب بامانه وهم قاعدين في حمله عالميه عليهم، يعني واحد
يعني ليس لديه مصلحة في أن يدافع عنهم أو يقول عن كلام، ولكن كلمة الحق كلمة الحق أن الناس هذوما ناس شرفاء، ناس عندهم روح، ناس وطنيين، ناس مشهود لهم بالنزاهة بصراحة كعناصر إخوان مسلمين كأشخاص في بنغازي وفي الشرق نعرفوهم، ناس كيف تقول ناس بوجوهها وعرب بلاد وناس عندهم مصداقية وإلى آخره. ما اللي نقدر نسجله عليهم أنا ونسجل عتبي عليهم عبر قناتكم وشاشتكم إن هم كثير من الوقت يدافع عن أنفسهم يقولوا نحن عبارة عن 29 عضو، شو نقدر نديه ونحن مناش حكمين، نحن عبارة عن 29 عضو. لا، هذه مغالطة بصراحة. جماعة الإخوان المسلمين وحزب عدل وبناء كان يستطيع أن يلعبوا دور السيد وليد جنبلاط في لبنان. وليد جنبلاط في لبنان من 128 عضو مؤتمر البرلمان لبنان ما عندهش إلا 11 أو 12 عضو، ولكن كان دائما يلعب بهم لعبة التوازن، لأن هناك اصطفافات حادة فيلعب لعبة التوازن. أنا ما نعطيش صوتي مرة هذا القانون إلا ما يصير توافق، وبالتالي كان يمارس في هذا الدور ببراعة شديدة. جماعة الإخوان المسلمين والعدالة والبناء كان يستطيع أن يوقف قانون العزل السياسي، القانون المغالبة، وكان يستطيع أن يوقف قانون انتخاب. نذكر لك النقطة، كانت تقول أن هما من يؤيدوا العزل السياسي، لا ما حنحكي لك النقطة هذه. وكان يستطيع أن يوقف قانون انتخاب الهيئة التأسيسية. قانون انتخاب الهيئة التأسيسية كان يحتاج إلى 120 صوت وحصل على 124 صوت، وبالتالي لو نقصنا 124 من 29 صوت عين الجماعة لن يمر هذا القانون. قانون العزل السياسي 115 صوت. جماعة الإخوان والعدالة والبناء في المجالس الخاصة وحتى في الإعلام دائما يكررون أنهم ليسوا أصحاب هذا التوجه. ليس العزل السياسي وما وصل إليه كانت مزايدة ما بين التحالف قول وطنية وجبهة إنقاذ جبل حزب الجبهة. حزب الجبهة نفس الشيء. قانون الهيئة التأسيسية يظهرون أنهم ليسوا مع النظام الفردي ويميلون إلى نظام القائمة. تستطيع أن تترجم هذه الأقاويل وهذه النواهي إلى أفعال، لديك القدرة. ما تقولش أنا عبارة عن 29، لا، في وسط هذه العملية الاصطفاف ممكن أنت اللي تكون عامل التوازن يعني. نعم، وأنا أكرر من هذا المنبر، ومن ممكن في زعل شوية أنا وياهم منذ الأخيرة، إلا أن يجب على العدالة والبناء والإخوان المسلمين الآن في هذه الظروف الصعبة لإنقاذ ليبيا أن يمارسوا هذا الدور. الآن لديهم الفرصة أن يمارسوا هذا الدور. هذه نقطة. النقطة الثانية، لديهم ونقول لهم، قلت لهم ديما أقول في الوجوب وقول لهم الآن على الشاشة، عيب الإخوان المسلمين ليس لا تستطيع أن تهموا بالسرقة واللصوصية والقتل. هذا كلام أنا شهدت فيهم قد يعني ما قدرش نقول هذه التهم، لا أستطيع أن أكرر التهم، يعني هو ولكن لديهم لا توجه لي أحد إلا بالدلائل والقرائن. نعم، ولكن لديهم نحكي حتى التهم السياسية حتى سياسية. نعم، ولكن أتهمهم بالإقصاء وبالاستئثار وبالهروب إلى الأمام. جماعة الإخوان والعدالة عارفين كويس، وهذا مش كويس، وعشان كده نقول فينا التهم وأنت حضرتك هيك يعني بهذا التحليل اللي أشرت إليه إن هم يقدروا يقوموا بدور ولكن لا يقومون بهذا. نعم، الدور هذا كله يعني أعتقد أنه غير مريح للمواطن إذا. نعم، كنت تستطيع القيام بدور. إذا هناك يعني عدم نجاح في الإدارة، هناك عدم توافق في أن تدير الشأن بشكل، وأنت لديك الفرصة ولديك القوة أنك أنت تقدر تسيطر على أعضاء المؤتمر أو تحدث الفارق أو تحدث كل الفارق. هذا نعم، كل هذا يعني إذا يشار إليهم بأنهم ليسوا خبرة، بأنهم ليسوا على مقدرة لأداء هذا الدور، ليسوا على الكفاءة حتى يؤدوا هذا الدور، فبالتأكيد لن يرضى المواطن بشخص ضعيف الأداء. نعم، يعني أنا بدون السرقة، بدون ما نتحدث عن قتل أي. نعم، كلام، ولكن نتحدث عن السياسة والدور السياسي الفعال الذي قد يؤدوه من خلال وجهة نظرك توصلنا بالدولة إلى بناء حقيقي وإبعاد الفاسدين وإبعاد ما إلى ذلك من هؤلاء الناس. ولكن لماذا لم يقوموا بهذا الدور؟ ما هذا الضعف؟ لماذا يسأل عنا الحزب والجماعة؟ ولكن أنا أعتقد أن الحزب أسألك لأنك دفعت على هذا الاتجاه فلازم. نعم، تقول أنا قلت لهم واللي عليهم اللي هم واللي عليهم حسب وجهة نظري. اللي عليهم إن هم عليهم لديهم الدور، كان لديهم فرصة، والآن في هذا الوقت الصعب لديهم الفرصة ولديهم القدرة، وخاصة أن نحن قطعنا شوط طويل في هذا التوجه. هذه نقطة أساسية. فيما يخص النقطة الثانية، الجماعة والعدل والبناء كانوا لديهم رؤية واضحة لما ستصل إليه الأمور في ليبيا. بدل من أن يتخذوا هذا الموقف اللي حلحل اتخذوا، وأنا مش نظر تقييم الشخصي، اتخذوا موقف الهروب إلى الأمام. عينوا رئيس الأركان شخصية ضابط محترم من الجبهة ولكن محسوب عليهم،
يدافعون باستمرار على مصرف ليبيا المركزي. الديوان المحاسبة شكشك أو أحد أعضاء حزب يعني بدأ الحزب في ممارسة نوع من التمكين من مفاصل الدولة استعدادا ربما المعركة القادمة. إضافة للنقطة هذه موضوع أزمة الحرس المنشآت، البعض من لم يتطرق إلى أصل المنشأة أصل المشكلة. هذا وزير الدفاع رئيس الأركان تحديد السيد المنقوش سابقا حارب هذا الجهاز محاربة شديدة. هذا الجهاز منذ أكثر من 7-8 شهور لم يأخذ مرتباته ولا سيارات ولا معدات ولا محاربة شديدة. لماذا؟ لإخضاع هذا الجهاز تحت سيطرة سياسية معينة.